ما هو تخصص الإعلام والتواصل الجماهيري؟ يركز هذا المجال على مواكبة كل النظريات والتقنيات الحديثة المتعلقة بوسائل الإعلام الاجتماعية ليصبح المتخصص في هذا المجال أكثر قدرة على التعامل مع وسائل الإعلام المختلفة وكل ما هو مرتبط بها. أبرز تخصصات الإعلام والتواصل الجماهيري: التواصل ووسائل الإعلام الجديدة. يركز هذا البرنامج على وسائل الإعلام الرقمية بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتبع الطلاب في هذا البرنامج دورات متعلقة بالتكنولوجيا. وسائل الإعلام الاجتماعية، يهتم هذا التخصص بدور الشبكات الاجتماعية في تمثيل الأفراد والمنظمات والحكومات والمنتجات وتأثير مواقع مثل إنستغرام، فيسبوك وتويتر على الرأي العام. الصحافة أحد التخصصات الأكثر شعبية بالنسبة للطلاب الراغبين بدخول الحقل الإعلامي، ويكتسب الطلاب أثناء فترة دراستهم كل المهارات المهنية اللازمة للعمل في غرفة الأخبار وإجراء التحقيقات الصحفية. النشر والتحرير، برنامج مصمم لأولئك الراغبين في متابعة المهن الإعلامية، حيث يدرسون خلاله مواضيع متعلقة بالنشر في المجلات والصحف ونشر الكتب والنشر الإلكتروني. مدة الدراسة وشروط القبول: تطلب الجامعات التي تقدم برامجها باللغة الإنجليزية من الطلاب الأجانب إثبات مهارات باللغة الإنجليزية عبر أداء أحد اختباري IELTS أو TOEFL. تتراوح فترة الحصول على درجة البكالوريوس بين 3 إلى 4 سنوات، في حين لا تستغرق درجة الماجستير أكثر من عامين. الآفاق الوظيفية، الصحافة، التسويق، العلاقات العامة. للمزيد من المعلومات يمكنك التواصل مع فريق عمل يوستادي.com.